بعد كده زي ما قلنا كل ده اللي احنا بنقوله الدياجرام اللي بيوضح اجزاء. طبعا الميديا ساينم تيستس اهو واضح قدامنا، لو فتحنا في تيستس وشوفنا اللي هو الماس بتاع الكونكتيف تيشو في الحيوانات المختلفه زي ما واضح قدام مننا. طبعا الابيديديمس زي ما اتفقنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن دكت او تيوب واضح بتربط ما بين مين ومين بقى؟ تربط ما بين التستس والقناه بقى اللي هي هتنقل السبيرمز اللي احنا هنسميها ايه؟ الدكتس ديفرنس او الفاز ديفرنس واضح؟ وزي ما قلت لكم بتبقى ارينجد ان تايتلي باك دي كويلز كده، شايفين الكويلز اللي موجوده دهيا؟ زي ما موجوده قدام مننا كده موجوده فيها ايه؟ كويلز كتيره اهي. الكويلز دي كلها بتبقى موجوده داخل الابيديديمس، داخل الابيديديمس، وزي ما قلت لكم بتعمل حاجه بيطلق عليها اسم الايه؟ الابيديديمال داكت. الابيديديمال داكت هي هتربط ما بين التستس وما بين الباز ديفرنس او الداكتس ديفرنس دهيا، بحيث انها تجيب السبيرمز اللي اتكونت وتبدا تمر على الهيد والبادي والتيل، عشان زي ما قلت لكم يحصل لها عمليه ايه؟ ماتيوريشن، ويحصل فيها ستورج تخزين، ويحصل فيها عمليه ايه؟ طبعا ابزوربشن للديد سبيرمز. كل الكلام ده بيتم في الابيديديمس ازاي، عشان كده بطولها لما يفرزوها بتوصل لسيفرال ميترز، وتبدا تنقل بقى السبيرمز وتؤدي الفانكشنز بتاعتها، وفي الاخر خالص بقى الفايبل سبيرمز او السبيرمز اللي هتستخدم في عمليه البرودكشن او اللي هيتم ديليفرنج ليها للفيميل جينيتال تراك ان ابروبريت تايم، هتنتقل عن طريق الدكتس ديفرنس بقى الى البلفيك يونس. زي ما قلت لكم الابيديديمس عباره عن هيد وبادي وتيل. الهيد هو الجزء اللي فوق ده اهو، والبادي الجزء اللي هو بيمتد الونج ذا وول لينس اوف ذا تيستس، والتيل هو اللي موجود عند الايه؟ عند التيل اكستريميتي اوف ذا تيستس. وده هيختلف طبعا حسب كل حيوان، هنشوف له شكل معين موجود فيه. زي ما قلنا الهيد والبادي والتيل اهو زي ما موجود قدام مننا. الهيد اتاج الهيد اكستريميتي اوف ذا تيستس، وبيتكون من الافرنت لاكتيولز، وطبعا اللي بتنقل السبيرمز الى الجزء ده من الايه؟ من الابيديت. البادي بيبقى لونج ونارو وفلاتنج واتاتش لللاترال او البوردر بتاع الابيديمال بوردر اوف ذا تيستس. التيل طبعا زي ما هنعرف دلوقتي الجزء اللي موجود عند التيل اكستريميتي بتاع التيستس، وهنجد ان هو مثبت او حاصل له فيكسيشن عن طريق تو ليجامنت هنعرفهم بعد الريست كده، ليجامنت اسمه البروبر ليجامنت اوف ذا تيستس والليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديمس. دول اثر كده لاستراكشر اسمه الجوبرناكيولم، اللي طبعا التيستس دي كانت في الاول بتبقى موجوده داخل الابدومن، وبعد كده بيحصل لها ديسنت وتنزل فين؟ في كيس اللي هو السكروتم. فده ان شاء الله والاثر بتاعها بقى بيترك ايه؟ ليجامنت هنعرفها بعد الايه؟ بعد ما ناخد الريست ونبدا نتكلم على طبعا ده الهيد والبادي وادي الايه؟ الدي. هناخد ريست بس يا ريت يعني ما يمشيش او ما يتحركوش الا اللي عايز يعني تعب زهقان مش عايز يكمل المحاضره، لكن اللي عايز يكمل عشان ناخد 5 دقايق وهنكمل على طول عشان نلحق ايه؟ نخلص اللي احنا عايزين نقوله. واضح؟ عشان خاطر يعني نفهم وعشان خاطر تبقى المعلومات بسيطة وسهلة يعني، واضح؟ يبقى ده اللي احنا عايزين نقوله، وهسألكم كلكم عشان تخلي بالكم، شكل التبيولز واضحة، وشكل شايفين الايه؟ الابيديديمال داكت، وشايفين الكونفوليوشن، كونفوليوشن يعني ايه؟ التواءات كده وتعرضها. ادي طبعا وضع الميدياستاينم تيستس والريتا تيستس بتبقى موجودة، بس ده عبارة عن التقاء الايه؟ السبته مع بعضيها، يعني الحواجز مع بعضيها. يعني برضه عشان اللي مش قادر يتخيل معاك التست ازاي؟ هيتقولك يعني الموجوديه بدا يطلع حواجز كده تنتقل تقسمها الى ميول، تيجي الحواجز كده تروح تتقابل مع بعض وتقول
واضح؟ وهنا كده السيميليفرال سيبيول دي بقى كل واحده بتبتدي ايه؟ كويل بكده، وبعد كده في حاجات بتتبري، واضح؟ تيجي بقى عند السيميليفرال سيبيول هنا في ايه؟ سيبيولز ثانيه صغيره متقابله مع بعض غير غير الميدياستاينابتيسس. يبقى ما حدش يتلخبط ما بين الميدياستاينابتيسس والتيسس ريتين. الميدياستاينم هو الشقاء بين السته مع بعض وعملت النسيج اللي بيبان لنا ابيض قدام مننا. طيب الريتا تيسس او تيسس ريدي هو عباره عن موجود برضه قريب من الميتاستاينال تيسس، بس هو قريبات كده اتخطط مع بعضيها عملت ايه؟ صار تشابه قبل بفرق جامد من جامد اللي هو الدنيا الاخبار بتاع سيميليفرس تيسس. فهمناها؟ فبدات الشمس تلتقط من هنا تبدا تخش على ومن الريتا تيسس بقى عن طريق ايه؟ والتكتيكيون زائدا تنتقل السبيرمز الى مين؟ الى البيديتكس. وضحت كده؟ وضحت يا شباب؟ المجموعه اللي هناك واضح؟ طيب يبقى البيديتكس عشان زي برضه احنا بنرتب لكم الكلام شويه زي ما قلنا هو موجود بنقول ونشرح ومكتوب قدامكم واضح؟ تيوب هي موجوده ما بين كونكت التستس والدكتس ديفرنس وتبقى عباره عن تايتلي اباكد كويلز. تايتلي يعني كتير وباكد يعني ايه؟ كتيره فوق بعضيها وكويلز يعني التفافات او التواءات. وطبعا بتزود كل بقى اي كويلز تلاقوه في الجسم الغرض منه زياده مين؟ الديامتر او زياده اللينس عشان زي ما قلنا المصنع اللي عمال يصنع في سبيرمز محتاج السبيرمز دي يحصل لها عمليه ايه؟ تخزين لحد ما يتم ايه؟ استهلاكها ويتم استدعائها. فالتخزين كل ده بيتم فين؟ في الابيديديمس، بيتم في الابيديديمس. والماتوريشن بتتم في التيل اوف ذا ابيديديمس، بتتم فين؟ في التيل. الحيوانات المنويه اللي طالعه دي كلها او النظافه اللي طالعه دي كلها بتبقى اماتيور، بتبقى ايه؟ اماتيور. عمليه الماتوريشن بتتم في الابيديديمس زي ما قلنا وهنقول دلوقتي. وزي ما قلت لكم بقى في عند الهيد والبادي والتيل، وكل ده قلناه مجرد كلمتين ان البادي اتاتش فلاتن واتاتش الابيديديمال بوردر بتاعت التيل بقى الجزء اللي ناحيه التيل اكستريميتي. وفي اتنين ليجامنت بقى مهم جدا نخلي بالنا عشان هنعرف دلوقتي الليجامنت جايه منين. موجود لاترال هنا زي ما قلت لكم في حاجه اسمها تستيكولار بيرسا او الابيديديمال ساينس، واضح؟ ده جيب كده ادي الابيديديمس اهو وادي التيسس اهو، فراغ ما بين الابيديديمس وما بين مين؟ وما بين التيستس، واضح؟ الفراغ ده بتدخل فيه طبقه كده اسمها التونيكا البوجينيا والفاجينا الليرا والبرايتا الليرا بتاع التونيكا فاجينالز بيخشوا جوه فيتركوا زي سبيس كده او ريسيس او جيب فيطلقوا عليه لانه على التستس يبقى تستيكولار ايه؟ بس وانه تحت الابيديديمس فسموه ابيديديمال ايه؟ ساينس. ابيديديمال ساينس يبقى عباره عن ايه؟ اه الابيديديمال بوردر اوف ذا تستس ذا فيسرال لير اوف تونيكا فاجينا ريفليكتد تدخل جوه كده في الابيديديمس بتكون لي جيب ما بين الابيديديمس وما بين اللاترال سيرفيس اوف ذا تيستس اسمه التستيكولار بيرسا او الابيديديمس. او انت عايز تقوله باختصار اتيز اريسيس. ريسيس يعني جيب بريزنت بتوين ذا ابيديديمس اند ذا لاترال سيرفيس اوف ذا تيستس او ذا تيستس كونتين تقول عليه التونيكا فاجينالز او البرايتا لير او الفيسرا لير اوف تونيكا فاجينالز. واضح كده يا جماعه؟ يبقى ده الابيديديمال ساينس او التستيكولار ايه؟ بيرس او التستيكولار بيرس. قلت لكم بقى في حاجه بتعمل فيكسيشن للتستس. طبعا بالنسبه للاوعيه الدمويه مهم جدا نعرف ان ربنا عامل التستس ده هي خارج الجسم فبيجي لها شريان كده من الاورطه مباشره نظرا لانها مهمه جدا فربنا عامل لها من الاورطه. الاورطه ده الشريان الكبير اللي بيه اللي طالع من القلب. احنا عارفين ان الاورطه بيطلع منين؟ بيطلع من الليفت فينتريكل ويمشي يدي اول حاجه فيها الجزء الاولاني اسمه الاسندنج بار، واضح؟ ويعمل حاجه اسمها اورتيك ارش برضه هشرحه لكم كده. ادي الاورطه اهو يطلع من القلب يعمل ده جزء اسمه الاسندنج وبعد كده يعمل ايه؟ الارش وبعد كده يعمل الديسندنج بار. الاسندنج برضه هو الكورونري ارت اللي بتغذي القلب على طول اللي هي الشرايين التاجيه، واضح؟ هو عضل بقى بيغذي جسمه كله بس العضله نفسها لازم يجي لها ايه؟ تغذيه. بتيجي منين؟ من اول فرع او اول حاجه خالص كورونا اول برانش هو اسمه كورونا.
بعد كده الاورد باف بيطلع ارض الفيديو ده اللي هي الجزء واضح؟ من السيرفنج بارت بقى هيجي في الجزء الاولاني فين؟ في منطقه الشيست او الصورة بنسميه ثوراسيك بارت، بنسميه ايه؟ وبعد كده يكمل في البطن بنسميه ايه؟ ابدومينال بارت. من الابدومينال بارت بقى هي براندز كتير هتعرفوها عشان وقت بس اللي وبعد كده واحد من البراندز يطلع مخصوص رايح لمين؟ رايح للتستس، سموه تستيكولار ارت، سميناه ايه؟ تستيكولار ارت. التستيكولار ارت ربنا عمله ليه بقى كده؟ طب هيوصل ازاي؟ حد فيكم يقول لي ده هيوصل ازاي؟ التستس اللي بتبقى موجوده في الانجوينال ريجون او زي ما قلنا في منطقه بيسموها الجروين، عارفين الجروين؟ الجروين ده هي المنطقه اللي ما بين البيز بتاع الساي الفخذ وعضلات البطن، دي اسمها منطقه الايه؟ الجروين او الانجوينال ريجون. جروين او الايه؟ الانجوينال ريجون. طبعا عشان يوصل هنعرف ان في قناه اسمها الانجوينال كانال، قناه اسمها ايه؟ انجوينال كانال، بيبقى سليت لايك باسج كده يعني ممر في عضلات البطن موجوده في الجلد الاول، وبعد الجلد بقى نلاقي فيه الفاشيه الدهون، وبعد كده في عضلات البطن، عضلات البطن ثلاث اربع عضلات، عضله خارجيه اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل، وتحت منها عضله اسمها انترنال ابدومينال اوبليك ماسل، وتحت منهم عضله اسمها ترانزفيرس ابدومينال ماسل. ما بينهم في فتحه كده موجوده من جوه البطن او فتحه من بره. الفتحه ده الباسج اللي فيه البوينتر ده اهو بيسموها انجوينال كانال. سموها ايه؟ انجوينال كانال. بتبقى موجوده طبعا زي ما قلت لكم عند منطقه الانجوينال ريجون او عند منطقه الجروين او عند البيز بتاع الفخذ مع عضلات البطن او المنطقه بتاع البطن دي. واضح يا جماعه؟ فبيجي التستيكولار ارت ده يدخل جوه الكنال دايم ويعدي منها ويوصل لمين؟ للتستس. فيديها بقى طبعا ايه؟ بلاصه بقى. طيب الدم اللي جاي من الاورطه بيبقى وورم شويه. بيبقى ايه؟ وورم. فمن حكمه ربنا عمل البنز بقى اللي هتجيب الدم اللي هو نان اوكسجينيتد من التستس، راح عامله في صوره ايه؟ كويلز كده يلتف حوالين التستيكولار ارتري. نلاقي الدم الفينا سايد الفين بيلف حوالين التستيكولار ارتري ويعمل حاجه اسمها البامبيني فورم بليكسس. يعمل حاجه اسمها ايه؟ بامبيني فورم. البامبيني فورم الدم بقى اللي راجع من التستس بيبقى كولد. ويغطي بقى طبعا بكميه كبيره حوالين مين؟ حوالين التستيكولار، فيبرد الدم اللي جاي منين؟ من الاورطه، فالدم اللي يروح للتستس يروح برده بدرجه حراره اقل من درجه حراره الجسم، فما ياثرش على المصنع اللي بيصنع مين؟ السبيرمز. واضح كده يا جماعه؟ يبقى ده التستيكولار ارتري، وقلت لكم زي ما قلنا ايه؟ بيغذي بيطلع من الاورطه على طول، والتستيكولار فين بقى بتعمل حاجه اسمها ايه؟ بامبيني فورم بليكسس حوالين التستيكولار ارتري، عشان الغرض منه زي ما قلنا ايه؟ ان هو زي ما هنشوف في صور دلوقتي طبعا في ليمف وتستيكولار نيرف بليكسس كل ده ايه؟ شايفين اهو ادي التستيكولار ايه؟ ارتري. واضح هو بس موضحينه. هنبدا نشوفه دلوقتي في صوره ثانيه ونشوف البامبيني فورم بليكسس حوالين مين. طيب الغرض من كده ادي طبعا البرانشز وادي الايه؟ البليكسس اللي موجوده برضو يعني مش واضحه في الصوره دي قوي. زي ما انتم شايفين كده شايفين الايه؟ اهو ادي التستيكولار ارتري بيبقى اللي هو باللون الغامق ده، شايفينه؟ جايب الدم وموديه على التستس اهو، واضح؟ نجد ان الفينز بقى يلف حوالين مين؟ حوالين الارتري ويكون البامبيني فورم بليكسس اللي انتم شايفينها كده. فالغرض منها يبقى الدم اللي جاي بقى عن طريق الارتري ورايح اي دم جاي من الشرايين رايح لتغذيه العضو. لكن الدم اللي طالع من اي عضو بيروح بيبقى فينس، يعني واخد مين؟ واخد الويست برودكتس، واخد الايه؟ اي حاجه، ويوديها على القلب عشان يحصل له عمليه اكسجينيشن. فالدم ده بقى اللي راجع يلف بقى ويعمل حوالين الايه؟ الارتري، واضح اللي هو البامبيني فورم بليكسس، وبالتالي يبقى درجه حراره البلاد اللي جاي للتستس تبقى درجه قليله عن درجه حراره الجسم، فبالتالي ما ياثرش. ده بنقول عليه احد الايه؟ الثيرمو ريجيولاتوري ميكانيزمز، واضح؟ ثيرمو ريجيولاتوري ميكانيزمز. فاهمينها؟ اللي مش فاهم برضه يقول، احنا لسه وهنعيدها تاني دلوقتي.
معلش عشان الوقت بس، لان لسه قدامنا السكروتم وعايزين نقولها وممكن نقف عند الكومباراتيف تيستس، بس عايزين نلحق نخلص يعني. يبقى احنا شفنا دلوقتي الارتري دخل ازاي بقى، يبقى احنا عرفنا الارتري اللي موجود هنا جه من الاورطه، مشي كودالي وفنترالي، لقى مين؟ لقى فتحه كده او قناه مائله كده اسمها ايه؟ انجوينال كانال، ليها سوبرفيشال رينج وديب رينج، يعني لها فتحتين كده. هو باسج بيسميه اوبليك باسج، يعني بالشكل لو ممر بيبقى عامل زي كده، واضح؟ لها فتحه من هنا وفتحه من هنا، بيدخل منها بقى الاستراكشرز اللي تدخل التستس، والاستراكشرز اللي خارجه من التستس برضه بيتعدي منها. زي ايه دلوقتي؟ هيخرج من التستس ويوصل للبلفيك يوريثرا، الفين، الارتري داخل، ايه اللي راجع بقى؟ الفين. وايه كمان اللي لسه قلنا عليها وهنتكلم عليها؟ قناه الدكتس ديفرنس، صح؟ ما الدكتس ديفرنس جايه من بره ولازم تدخل جوه الابدومين بقى عشان ايه؟ عشان توصل للبلفيك يوريس. كل ده هيتم من خلال مين؟ الانجوينال كانال، اسمها انجوينال ايه؟ كانال. دي عباره عن اوبليك بس. اتفضل. ارقام الايه؟ الارقام دي يعني دي كميه الدم اللي جايه بالملي، واضح؟ كميه الدم اللي بتبقى موجوده في الملي لتر او المايكرو لتر يعني، واضح؟ دي ما تهمناش يعني، دي بقى فيسيولوجي اكتر يعني، بيدرسوا البريشر والضغط والحاجات دي كلها. احنا يهمنا بس ايه؟ درجه الحراره، ان هي بتبقى اقل من درجه حراره الايه؟ الجسم يعني، ماشي؟ فبالتالي احنا كده اتكلمنا بقى. نيجي برضو الفيكسيشن اوف ذا تيسس بقى. التيسس طبعا الفيكسيشن بتاعه هو والابيديديمس، هما الاثنين مع بعض الفيكسيشن بيكون واحد بقى. ايه هو بقى؟ اول حاجه نخلي بالنا برضو، وهستعين معلش بالرسم برضو عشان ايه؟ نفهمكم بعض الحاجات. طبعا زي ما قلت في الوقت التيسس دايما ومعاه طبعا الابيديمس اهو، وطلع طبعا هنا بيبقى في ستراكشر اللي داخله وخارجه بتمثل حاجه بقى بنسميه كده ايه؟ سبرماتيك كور. السبرماتيك كور ده هو عباره عن الكور اللي بيعلق التستس، واضح؟ او الاستراكشرز اللي بتدخل جوه التستس وتخرج منه الى الابدن. فاستمرار السبرماتيك كور ده وجوده هو عباره عن واحد من الفيكسيشن بتاع التستس، انها تفضل في مكانها وما تتحركش، وهنتكلم عليه دلوقتي برضو بالتفصيل. بس نفهم ان السبرماتيك كور ده سسبند ذا تستس اند اتس كونتنتس، ماشي؟ بيعلق التستس والايه؟ والكونتنت معاه. فعشان كده هنجد جواه موجود ارتل وموجود فين وموجود لمفاتيك وموجود نيرفز وموجود داكتس ديفرنس وموجود الديفرنشال ارتل وفين بتاع كل الاستراكشر اللي رايحه للتستس او خارجه من التستس بتدخل وتخرج من خلال مين؟ السبرماتيك كور. السبرماتيك كور او الحبل المنوي ده. يبقى ده واحد من الفيكسيشن اوف ذا تستس. طيب ايه تاني من الفيكسيشن اوف ذا تستس؟ هنلاقي فيه ليجامين رباط كده، هنلاقي يربط مين؟ يربط التيرم ذا ابيديمس مع التيلك اكستريميتي اوف ذا تستس، واضح؟ نسميه ايه؟ نسميه بروبر ليجامنت اوف ذا تستس. يبقى كونكت ذا تيل اوف ذا ابيديمس او كونكت ذا تيلك اكستريميتي اوف ذا تستس وذا تيل اوف ابيديمس، اهو جاي من التيل بتاع الابيديديمس مع التيل اكستريم، فسميناه بروبر ليجامنت اوف ذا تيستس. طيب في ليجامنت تاني بقى هيربط التيل اوف ذا ابيديديمس مع السكروتم اللي هي الكيس اللي بيبقى جواها الايه؟ اللي جواها التيستس والابيديديمس، هنسميه ايه؟ ليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديديمس. ليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا، او له اسم تاني عشان ماسك في السكروتم بيسموه سكروتال ليجامنت. نسميه ايه؟ سكروتال ليجامنت. واضح كده؟ يبقى دي ليجامنت برضو بتثبت الابيديدم، عشان لو هو مش متثبت مجرد موجود برضو كان ممكن ايه؟ يتحرك من مكانه او يعني ما يبقاش ثابت. وبرضو من ضمن الحاجات اللي بتثبت الابيديدم مع التستس
هو الافرنت داكتيول اللي احنا قلنا عليه، واضح؟ اللي هي التوبيولز الصغيره اللي كانت بتنقل منين؟ من التست 3 تي وتودي على الابيديدمي، لانها بتثبته مرتبطه مع بعض، فحصل ان الابيديدمس والتستس اكت از وان يونت، كانهم ايه؟ وحده واحده مرتبطين مع بعض، ما يحصل لهمش ايه؟ حاجه تتزحلق عن حاجه او تسيب من حاجه ثانيه. واضح كده يا جماعه؟ يبقى الفيكسيشن بتاع التستس والابيديدمس هيشمل ايه؟ يشمل نقول السبرماتيك كورد، ويشمل الافرنت داكتيولز، ويشمل اثنين ليجامنت اللي هو البروبر ليجامنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا تستس وليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ايه؟ هشوفوهم برده في المشرحه ونبقى فاهمينهم عشان لما يجي لك في الامتحان. نقول ان البروبر ليجامنت اوف ذا تستس كونكت ذا تيل اوف ذا ابيديدمس وذا تيل اكستريم اوف ذا تستس، صح ولا غلط؟ صح. طب الليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس كونكت التيل اوف ذا ابيديدمس مع التستس؟ امال مع مين؟ برافو عليكم، مع السكروتم. ممكن في بدل ما اجيبه كده اقول لكم سكروتال ليجامنت، اقول لكم ايه؟ سكروتال ليجامنت. يبقى سكروتال ليجامنت ايكوال لمين؟ ليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس. واضح كده يا جماعه؟ طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، دول جايين منين بقى الليجامنت اللي انا اللي احنا سمعنا على البروبر ليجامنت اوف ذا تيستس والليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيديدمس؟ دول جايين من استراكشر اسمه الجوبرناكيولم. اسمه ايه؟ جوبرناكيولم. طيب افهموا برضه بالرسم واهم مربوط كده عشان خاطر ده مهم جدا برضه. قلت لكم التيست دي قبل ما تبقى موجوده في الاسكروتم بتبقى طبعا في الاول بتبقى موجوده في الابدومين، بتبقى موجوده فين؟ جنب الكيدني، يعني فين؟ في السب لامبر ريجن. يبقى نخلي بالنا كده، يبقى التيست في البدايه خالص بتبقى موجوده فين؟ في السب لامبر ريجن جنب الكيدني. طيب بيحصل بقى بمرور ده في بدايه الايه؟ الايرلي لايف او الايرلي ايه بريجنسي. طبعا بتبقى التيست موجوده بشكل يومي، وفي حاجه اسمها سسبنسوري ليجامنت معلقه، يعني قاعد كرامب، يعني ايه؟ رباط كده اسمه سسبنسوري ليجامنت بيثبتها مع الحجاب الحاجز. واضح؟ طيب دلوقتي ربنا عايز ينزلها يجيبها ايه؟ جوه الكيس بتاع السكروتم ده. تنزل ازاي بقى؟ بيحصل ان في الجينكايمال تيشو او فول من الكونكتيف تيشو يطلق عليه اسم جوبرناكيولم. يبقى ايه؟ ده اسمه جوبرناكيولم. ده عباره عن فولد اوف كونكتيف تيشو، يعني غشاء كده او ميزنكايمال باند كده من الكونكتيف تيشو. بيجي يربط مين؟ يربط التستس مع في طبعا البطن بتبقى متبطنه بغشاء من داخل اسمه البريتونيوم. اسمه ايه؟ البريتونيوم. ده له طبقتين، الطبقه اللي بتحيط بالعضو بنسميها فيسرال بريتونيوم. طب والطبقه اللي بتبطن جدار البطن من جوه؟ بارايتال بريتونيوم. يبقى في عندي ايه؟ فيسرال بريتونيوم ده بتحيط بال حتى هتلاقيها هنا بتحيط بمين؟ بالتستس. اسمها فيسرال بريتونيوم. طب اللي بتبطن جدار البطن؟ يعني انا بتخيل ان جدار البطن عندي اهو من جوه موجود عليه برايتال بريتونيوم. فاهمين معايا حاجه كده؟ طيب بعد البرايتال بريتونيوم بقى جدار البطن مقفول، فجه بعد منه مين؟ المسلز اوف ذا ابدومين. بره بقى احنا خرجنا من جوه جدار البطن عشان نشوف الوول، هنلاقي ايه؟ المسلز اوف ذا ابدومين. المسلز اوف ذا ابدومين بنلاقيها انتاكت او سليمه؟ انا قلت لكم من شويه فيها ايه؟ المسلز اوف ابدومين. قلت لكم هلاقي فيها طلاق او بس بنسميها ايه؟ الجوانيا كنال، او بيسموها الانجوينال رينج، رينج لانها شكل الخاتم كده. واضح؟ مش قلت عضلات البطن وقلت لكم ان فيها باسج كده بيبقى ايه؟ اسمه انجوينال كنال، بتمر منه الاستراكشر اللي بتدخل وتخرج الى التستس. واضح؟ والاقي بعد المصل دي بقى السكن والفاشيا بتاع الجلد. السكن والفاشيا بتاع الجلد. دي برضه كلها بنعرفها ليه؟ اقول لكم دلوقتي بنعرف ليه. انا رسمت كده جدار من جوه لبره.
برايتال بيروتونيوم بيبطن البطن من جوه، وعليه بقى قريب من الاحشاء طبعا صح. بره بقى جدار مين؟ عضلات البطن الاول ماسلز اوف ذا ابدوم، وبره عضلات الماسلز ايه؟ السكن بقى والفاشيه طبقه الدهون اللي تحت منها. كويس كده؟ الجوبرناتور الجوبان هيربط مين بقى؟ التستس مع اللي هو البيتونيوم. يبقى ربنا خلق الغشاء ده التستس عند الساب لمبر ريجون، وده واصل لحد مين؟ ادي اللمبر كده، وادي كده الايه؟ الانجواينال كمان. الجوبرناكولم ربنا. طيب بمرور بقى البريجنس بيحصل حاجه اسمها امباجنيشن او انبعاد. انبعاد فين بقى؟ في البرايتال بريتونيوم. واضح؟ يعني الخطوه الثانيه قريت البروتين الطبع اللي هي عند الحته دي اللي هي عند الجوبرناتور لو ماسك كده اهو، بيحصل فيها اللي هي يحصل فيها ايه؟ انبعاد بالشكل ده، وتحت منها برضو الايه؟ الواينال كانال وادي السكن. فبدا مين؟ التستس تبدا تبعد شويه، تبعد عن الدافران، ويبدا الجوبرناتور اللي ايه؟ يسحبها جوه، يبدا حجمه يقل وياخدها جوه. ده بنسميه فاجينال بروسيس. كلمه فاجينال دي لما تقابلنا عشان نسمع دلوقتي ان في طبقه اسمها تيونيكا فاجينالس برايتالس او بيسرالس، يعني معناها كومبليتلي سراوند او شي سبايس. وسمعناها قبل كده كنا بنتكلم على فاكرين فين؟ في البيرسا والتنتون شيز. فاكرين؟ الترم الاولاني قلنا كنا بنسميها ايه؟ فاجينالس شيز. اي حاجه بتحيط بحاجه كده كومبليتلي بنديها مصطلح او كلمه ايه؟ فاجينا. واضح كده يا جماعه؟ فيبقى بدات الايه؟ التستس تنزل، وبدا الليجامنت ده يفصل بقى عن ايه؟ السسبنس ليجامنت عن الافرام، والجوبرناكيولا يقل. واضح؟ احنا لما طول شويه يبدا التستس تقرب. ان سو اون هيبدا العمل طبعا قرب اكتر، فتبدا يدخل جوه مين؟ جوه الانجوينا اوبن من الاول صح؟ انبعك تاني اكتر، فقرب البتاع ده زاد اكتر، فدخل عدى من الانجوينا بين. واضح؟ وخد برضه معاه السكن، خد معاه برضه ايه؟ السكن. واضح؟ وبدا الجوبرناكيولم يقل اكتر. يبقى بدا ادي هنا، وادي بقى الايه؟ السكن، فبدا ده يقرب اكتر واكتر. واضح؟ لحد ما توصل عند الحافه بتاع مين؟ بتاع الواينر رينج قبل الولاده كده بحاجه بسيطه، طبعا بتختلف برضه من سبيشيز تاني، يحصل لها سليدجنج تنزلق جوه الغشاء بقى اللي هنا، حتى اللي احنا هنشوفه بقى اللي اتكون نتيجه الديسنت اوف ذا ديستس الى اللي هيبقى اسمه بعد كده اسمه الاسكول. انها يا جماعه تاني بالراحه كده. يبقى قلنا التستس الاول بتبقى في الايرلي ستيج بتاع البريجنسي موجوده في السبلم مارين جنب الكلي. واضح؟ وماسكه مع الزفران بليجامنت اسمه ايه؟ سسبنسوري ليجامنت، لكن متثبته بالغشاء البريتوري عن طريق فولد كده او عن طريق كورد او عن طريق كونكتيف تيشو فايبر اسمه ايه؟ ما ننساهوش جوبرناكيولا. اسمه ايه؟ جوبرناكيولا. الجوبرناكيولا ده هو بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان نتيجة الحمل وكده بيحصل تكوين حاجة اسمها في البرايتال بروتينيوم بروسيس اسمه فاجينال بروسيس أو نقول انبعاد. واضح؟ اسمه إيه؟ انفاجينيشن أو تكوين وات از كولد فاجينال بروسيس. الفاجينال بروسيس يبدأ يسحب مين؟ الجوبرناكيولم، فيبدأ يسحب الإيه؟ التستس، ويبدأ الجوبرناكيولم ده حجمه إيه؟ يحصل له كونتراكشن أو يقل لحد ما توصل يبدا البروسيس ده يزيد ويعدي او يوصل لحافه الايه؟ الانجوينا رينج، احنا بنقول عليها انجوينا الكلام او انجوينا رينج، كله نفس الايه؟ الكلام، فيوصل فيحصل بعد كده ايه؟ سليدجنج بقى للتستس، واللي هي هتوصل لايه؟ عند الحافه بتاع الانجوينا رينج قبل الولاده على طول، بيحصل لها انها ايه؟ تنزل جوه الترامب، تكون نتيجه تكوين الفاجينا بروسيس والانبعاد ده هيتكون عند السكروتر بقى وكيس الصف، فتدخل التستس جوه. الاثر بقى بتاع مين؟ بتاع الجوبرناكيولا، الجزء الامامي منه يعمل لي البروبر ليجامنت اوف ذا تستس.
والجزء الاخير منه هيعمل مين؟ ليجل وزازين. فاهم كده يا جماعه ولا اقولها تاني؟ هنشوفها برضو في صور هنا، بس انا حبيت اشرحها لكم برضو كده عشان ايه تفهموها، ونخلي بالنا برضو. يبقى الديسنت اوف ذا تيست زي ما احنا شايفين كده، في الاول بتبقى موجوده في السب لامبر ريجون قبل الولاده، بتنزل في الكوتينيوس باوش ده اللي هو بنسميه ايه السكروتم. الخطوات بتاعته زي ما شرحناها اهو، طبعا في زي ما قلنا الجوبرناكيولم ده اهو، ده عباره عن جيلي لايك فولد كده، بيربط التيستس مع مين؟ ما هو والتيلو زابيديدمس، بيمتد من لحد اللي هو الانجوينال كانال، وبعد كده بيحصل عمليه يدخل جوه الانجوينال كانال ويخرج زي ما انا شرحت لكم. طبعا بيحصل بالجنج الفاجينال بروسيس بتاع البريتونيوم، وفي النهايه خالص كونتراكشن بيسحب الايه التيستس جوه السكروتم. طبعا الجوبرناكولا لما بيختفي بيترك الاثنين ليجامنت اللي احنا قلنا عليهم زي ما واضح قدام مننا. طبعا في بعض الاحيان التيستس دي ما بتنزلش جوه الايه السكروتم، بتفضل جوه البطن على حسب بقى مكانها، عند الكليه او عند الانجوينال رينج او في النص. فيسمى الحاله دي حاله مرضيه بيطلق على اسم الكريبتورشيديزم. اسمها ايه؟ كريبتورشيديزم، يعني فيلير اوف ذا سن اوف ذا تيستس انتو ذا سكروتم او ان ذا سكروتم. الحاله دي بتبقى حاله مرضيه لها اسباب كتيره، اللي يهمنا ان التيستس بقى ممكن زي ما قلنا اماكنها ممكن تفضل في الكليه عند الكليه مكانها في السب لامبر، او ممكن تبقى موجوده بس عند الحافه بتاعت مين؟ بتاعت الانجوينر رينج. واضح؟ لو فيها سيرجيكال انترفيو ممكن يحصل تدخل وجراحيا تنزل لو هي قريبه، واضح؟ لكن لو ظلت بهذا الوضع او فضلت جوه، طبعا عمليه تصنيع السبرمز مش هت ايه؟ مش هتتم، عشان درجة الحرارة جوه البطن ايه؟ عالية. فبالتالي لكن الكاركتر اللي هي الميلت سكندري كاركتر ممكن تبقى موجودة بسبب ان الخلايا بتفرز التستوستيرون عادي، لكن الشخص ده او الميل ده او الحيوان ده بيبقى ايه؟ استرايل او عقيم، لانه ما بيكونش ايه؟ ميل ريبرودكتيف سيلز او سبرماتوزوم. لان السبرمز كلها بتموت وما بتكملش. واضح يا جماعة؟ يبقى ده اللي هي عمليه الايه؟ هنا مثلا اهو ادي التستس، وادي اللي هو الجوبرناكولوم اهو، وعمليه دخوله جوه بقى الايه؟ الجوبرناكولوم قدامنا اهو، وادي الانفاجينيشن اللي بيحصل، وطبعا نتيجه الانفاجينيشن ده بيسحب التستس في الخطوات اللي جايه اهو اكتر واكتر لحد ما تدخل جوه مين؟ جوه السكروتم او كيس الصفر. وضحت يا شباب؟ واضح. اللي عنده اي سؤال يقول، برضه ايه نعيد ونزيد تاني، سهل خالص. طب نوقف بقى الاسبرماتوكورد بس بالمره اقول السكروتم ده، لان احنا فهمنا دلوقتي السكروتم ده. انتوا هتقولوا ايه الطبقات بتاعته عباره عن ايه؟ السكروتم ده عباره عن ايه؟ كوتينيوس باوش. اما نيجي نعرفه ده عباره عن ايه؟ كوتينيوس باوش، يعني ايه؟ جيب جلدي. واضح؟ جواه مين؟ جواه تيستس طبعا، وجواه جواه طبعا الايه الاول كوتينيوس باوش، جواه تيستس والابيديديمس وبعض السبرماتيك كور، جزء من السبرماتيك كور. تمام كده؟ في عندي رايت وليفت بيبانوا بره كده، الفاصل ما بينهم حاجه اسمها سكروتال رافي، فاصل كده يفصل الليفت تيستس عن الرايت تيستس. طيب الليرز بتاعته ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي؟ أول حاجة من بره السكين، صح؟ مش لما حصل الانبعاج اللي احنا شفناه كان السكين طلع معايا من بره، يبقى أول حاجة بنسميه السكين. وطبعا هتقروا بقى في كتاب إن هو بيبقى بيجمنتد في بعض الحيوانات، وعلى حسب كل حيوان ممكن نلاقيه مثلا في حالة البول أو الروميننت بنسميه فليشي كده أو متغطي بهير، حيوانات تانية بيبقى عليه بيجمنتس بس زي في الإكواين. ده اللي هو الاوتر لاير بتاعت مين؟ بتاع الاسكروت. طيب الطبقه اللي تحت منها بقى تاني واحده ده شايفينها؟ اسموها تيونيكا دارتوس. سموها ايه؟ طيب هي عباره عن ايه؟ الشاطر فيكم يقول لي هي عباره جايه منين؟ ايه اللي كان تحت الاسكن؟ فاشيا. برافو عليك. عباره عن الايه؟ الفاشيا اللي موجوده تحت الجلد، سوبرفيشال وديب فاشيا، يبقى هي ايه؟
تاني طبقه دي تيونيكا دارتوس، هي عباره عن امتداد السوبرفيشال والديب فاشيا اللي موجوده فين؟ في الابدومن، تمام كده؟ طيب الطبقه اللي بعد منها بقى هنسميها اكسترنال سبرماتيك فاشيا، بس هي مش فاشيا، هي ايه؟ ايه بقى من طبقات البطن بقى لازم نحفظهم بقى؟ ان في عندي الطبقه اللي بره الاكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل، واللي تحت منها انترنال ابدومينال اوبليك ماسل، واللي تحت منها ترانزفيرس ابدومينال ماسل. يبقى الاكسترنال سبرماتيك فاشيا دي عباره عن مين؟ الاكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل، برافو عليك. هي عباره عن الوايت فايبرس تيشو، لان الماسل داين لها جزء فليشي وجزء تندينيوس. فاكرين لما اتكلمنا في السكيليتال ماسل برضو في الترم الاولاني لما قلنا الرفي وشفنا العضلات اللي لها جزء تندينيوس وجزء ايه؟ فليشي او ماسكولا. فدي عباره عن الفايبرس تيشو بتاع مين؟ بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل عند الفتحه بتاع الانجوينر رينج، تمام؟ طيب ادي تالت طبقه. طالما في عندي اكسترنال سبرماتيك فاشيا نخلي بالنا في برضو عندي ايه؟ اكسترنال كريماستريك ماسل. الماسل دي هتبقى مين؟ مين يقول هنا؟ ايه الطبقه اللي تحت الاكسترنال ابدومينال اوبليك؟ يبقى دي الانترنال ابدومينال اوبليك ماسل، برضو امتدت وادت الاكسترنال سميناها اكسترنال كريماستريك ايه؟ ماسل. طب اكسترنال كريماستريك فاشيا هنلاقي فيه ايه؟ انترنال سبرماتيك فاشيا دي هتكون مين؟ العضله اللي بعد كده الترانسفيرس ايه؟ ابدومينال ماسلز، واضح؟ برضه الوايت فايبرس تيشو بتاعها. بعد كده بقى هنلاقي البرايتال لاير بتاع التونيكا فاجيناليز والفيسرال لاير. البرايتال لاير دي بقى هتكون ايه؟ امتداد مين؟ برايتال بريتونيوم، واضح؟ بس عشانها بتحيط بقى بالتستس فسموها ايه؟ تيونيكا فاجيناليز برايتاليز او برايتال لاير اوف تيونيكا فاجيناليز. طيب واللي بتحيط بالتستس بقى نفسها الفيسرال لاير اوف تيونيكا فاجيناليز. ايه رايك كده؟ الطبقات سهله ولا صعبه واتحفظت بسهوله ولا لا؟ تاني بسرعه عشان ما بقاش في وقت، لسه 10 دقايق يعني، الحمد لله ما طولناش عليكم، ما اديناش حاجه كتيره النهارده يعني، ولا طولنا؟ طولنا؟ نطول اكتر يعني ولا ايه؟ طيب ماشي. ليه بقى؟ هو الموضوع كله مرتبط ببعضه، فما ينفعش بس ان احنا نسيب له ايه؟ حاجه هنيجي المره الجايه نشرح الحاجه دي، بس ده برضه لا يمنع ان المره الجايه وما تذاكره لو في حاجه مش واضحه زي دي هنعيدها تاني، واضح؟ بس انتوا فهمتوا دلوقتي عمليه نزول التستس، شفنا اما نزلت حصل ايه؟ لازم يبقى عارفين طبقات البطن. الايه؟ اللايرز اوف ذا ابدومين، من اول جوه لبره، جوه او من بره لجوه زي ما انت عايز. من بره في السكن، وتحت السكن في ايه؟ ابدومينال ماسلز بقى اللي هم اكسترنال ابدومينال اوبليك، وتحتها ايه؟ انترنال ابدومينال اوبليك، وتحتها ترانزفيرس ابدومينال ماسل. ونخش بقى على الابدومينال كافيتي، نلاقي مين بقى بيبطن الكافيتي من جوه؟ برايتال بريتونيوم، برافو عليك. وبيغلف كل عضو ايه؟ فيسرال بريتونيوم. فهمنا الحته دي، هنفهم التست ازاي بتنزل. قلنا التستس جوه البطن ومحاطه بمين؟ بفيسرال بريتونيوم. وقلنا ايه اللي بيربطها مع البريتونيوم؟ اللي هو الميزنكايمال تيشو ده اللي هو عباره عن ايه؟ اسمه جوبرناكيولم. يجي عند مكان الاتصال ده يحصل عمليه ايه؟ انبعاج او تكوين وات از كولد فاجينال بروسيس. ومحدش يقول لي فاجينا دي متعلق بفاجينا يعني مهبل يعني موجود فين؟ في الفيميل. لا، هنا فاجينا اي فاجينا ده على طول عباره عن ايه؟ اي حاجه بتحيط او كومبليتلي سراوند او بتعمل شيس حوالين اي حاجه بنديها مصطلح ايه؟ طب انت قلت لي هنا، طب هيبقى فاجينا ليه؟ ما قلنا ما هتحيط بمين؟ بالتستس، هتحيط بالتستس، فسميناه فاجينا البروسيس. الفاجينا البروسيس بدا يكبر، وهو بيكبر بيسحب مين؟ بيسحب الجوبرناكيولم، وبالتالي بيسحب الايه؟ التستس، لحد ما توصل عند الرينج بتاع اللي هي الانجوينال رينج، ويحصل لها ايه بقى؟ سليدجنج، يعني ايه؟ تنزلق من الرينج تخش على مين؟ على السكروتم بقى اللي تكون، اللي هو السكروتم. لما اتكون بقى السكروتم الجوبرناكولوم بدا يبقى منه فيستيج او ريمنانت،
فيستيج يعني ايه؟ يعني اثر او ريمننت يعني بقايا. الجزء الامامي يروح عامل مين؟ البروبر ليجامنت اوف ذا تيل. والجزء الخلفي يعمل ايه؟ الليجامنت اوف ذا تيل او اللي هو اسمه الثاني ايه؟ سكروتا ليجامنت. اللي هو اسمه الثاني ايه؟ الشباب يشد معايا عشان اسمه الثاني ايه؟ بتلعب في شعرك. ايوه اسمه ايه؟ برافو عليك سكروتا ليجامنت. يبقى اسمه ايه؟ سكروتا ليجامنت. الناس مصحصحه هنا. طيب هنا اسمه ايه بقى؟ ايوه اسمه ايه؟ اللي هو ايه يعني؟ طيب ماشي يبقى اسمه سكروتا ليجامنت اللي هو الليجامنت اوف ذا تيل اوف ذا ابيدمي. طيب جينا بقى اتكلمنا على مين؟ طبعا الطبقات دي هي كلها بتلف بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بتغلف، عشان كده سميناها ايه؟ فاجينال. واضح؟ قلنا من جوه اتنين كافيتيز هنا، سكروتا الكافيتي يمين وسكروتا الكافيتي ايه؟ مفصولين بره ازاي بقى؟ عن طريق حاجه بنسميها ايه؟ ميديان رفيق او سكروتا الرفيق. يعني علامه كده ان ده ايه؟ الفاصل ما بين الرايت والليفت ايه؟ تيستس. لكن من جوه في طبقات زي ما قلنا بتلف الطبقات بتاعت كل الايه؟ اللي احنا قلناها كده، السكن بس اللي بيجي من بره ويقابل الايه؟ الناحيه الثانيه ويسيبه بس ايه؟ اللي هو الجزء ده اللي احنا بنسميه سكروتا الرفيق او الميديان الرفيق. طيب قلنا بقى طبقه السكن من بره نتيجه انبعاج ان طبقه الجلد اللي هتخرج، صح؟ تحت منها بقى تاني طبقه سموها تونيكا دارتس، تبقى دي مين؟ الفاشيه اللي تحت الجلد، واضح؟ الفاشيه دي عباره عن لوز كونكتيف تيشو ومعاها دهون وحاجات زي كده، دي بنسميها تونيكا دارتس. تونيكا دارتس. الطبقه الثالثه اسمها ايه؟ اكسترنال سبرماتيك فاشيا، بس محدش يتلخبط، هي اسمها فاشيا لانها جايبه منين؟ جايبه الجزء الفايبرس بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل. يبقى هي امتداد الاكسترنال ابدومينال اوبليك بس الجزء التندينيوس او الفايبرس بار بيبقى موجود عند الانجواينال رينج. طيب الثانيه بقى اللي تحت منه ماسل بقى، والماسل ده لها دور كبير لان الماسل دي هتشتغل واحده برضو من الثيرمو ريجوليشن. ازاي؟ في حاله الشتاء تسحب التستس ناحيه الجسم كده عشان ايه؟ عشان درجه الحراره تبقى الدرجه الاوبتيمم فيحصل نتيجه في الصيف يحصل لها ريلاكسيشن فتبعد التستس عن الايه؟ عن الجسم فتظبط درجه الحراره بتاعه التستس عشان عمليه السبرماتوجينيسيس وعمليه تكوين السبرم. فالاكسترنال كريماستريك ماسل بقى الطبقه رقم اربعه دي عباره عن ايه؟ امتداد مين؟ الانترنال ابدومينال اوبليك ماسل. طيب بعد كده بقى فيه اللي هو طالما في اكسترنال سبرماتيك فاشيا يبقى في عندي ايه؟ انترنال سبرماتيك ايه؟ فاشيا. دي مين الطبقه اللي جوه خالص؟ ترانزفيرس ابدومينال ماسل برضو التندينيوس بارت بتاعها. واخر حاجه بقى الطبقتين، طبقتين حوالين التستس، واحده ملامسه للتستس على طول نسميها الفيسرال لاير اوف تيونيكا فاجينالز، وواحده بعيد عنها نقول عليها ايه؟ برايتال. الفيسرال لاير موجوده فوق التيونيكا البوجينيا على طول، واضح؟ والفيسرال لاير والبرايتال لاير بيلعب. البرايتال دي امتداد مين؟ البريتونيوم، البرايتال بريتونيوم، البرايتال بريتونيوم. كده يبقى احنا ايه؟ وادي السكروتال ليجامنت اهو، طبعا الفيستيج بتاع ال طبعا اللايرز بقى كلها قلناها وهتلاقوها ايه موجوده وسهله وايه؟ تقروها كل واحده نفس الكلام اللي انا ايه؟ اللي انا قلته لكم دلوقتي. كده يبقى احنا اتفضل لنا بس ايه؟ واقفين عند المقارنات لسه السبرماتيك كورد هنقوله، وهنقول بقى مقارنه التستس ومقارنه الابيديدمس ومقارنه السكروتم، ونبدا في الايه؟ في الاكسسوري جينيتال جلاند والدكتور ديفرنس بار. حتى عندي سؤال يا جماعه؟ معلش ان طولنا عليكم بس ايه؟ لازم نبتدي كده بالاول يعني. نشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله.